ريم مساء الخير. مساء النور. تعمليش حاجه ريم خلاص. خلاص خلاص معانا معانا حاجه في ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد، والعمل اللي هنراجعه النهاردة هو مناسبة مش هتتكرر تاني، والمناسبة دي هي بداية عرض أول عمل مصري أصلي من إنتاج نتفليكس. العمل هو مسلسل ما وراء الطبيعة، وهو أيضا الاقتباس المنتظر لسلسلة الروايات بتاعة المرحوم دكتور أحمد خالد توفيق صاحبة الشعبية العريضة في مصر وفي العالم العربي. مسلسل ما وراء الطبيعة بيحكي عن دكتور رفعت إسماعيل وسقوطه في عالم ما وراء الطبيعة. دكتور رفعت دكتور أمراض دم وأستاذ في الجامعة، حياته بتدخل في دوامة مريعة لما بيتلقى زيارتين تزامنا مع وصوله لسن 40. الزيارة الأولى من حبه القديم ماجي، ودي الزيارة اللي بتزعج حياته الهادية واللي ممكن كمان نقول عليها مملة. أما الزيارة التانية فهي من أحد أصدقاء الطفولة اللي بينتمي في عالم ما وراء الطبيعة، وهي الزيارة اللي بتحول حياته لكابوس لما خطر حقيقي بيبتدي يهدده ويهدد كل الناس القريبة منه. وأحداث مسلسلنا بتحكي إزاي بطلنا بيواجه كل الأخطار دي على كل الأصعدة دي، فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ الحلقة الأولى من مسلسل ما وراء الطبيعة حلوة، والتانية حلوة جدا، التالتة مش كويسة، والرابعة مش كويسة خالص، أما الخامسة فهي ممتازة والسادسة رائعة. وبس كده، أبسط مراجعة في تاريخ القناة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين. بهزر بهزر، رغم ان فعلا هو ده احساسي تجاه الحلقات بتاعت المسلسل، وطبعا انا فعلا عايزكم تعملوا لايك للحلقة وشير وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين، فيبدو اني ما كنتش بهزر ولا حاجة. طيب سيبكم مني، خلونا نخش في التفاصيل. بس قبل ما نخش في التفاصيل في ملحوظة مهمة جدا، وهي اني مش من القاعدة العريضة اللي قرت الروايات الاصلية. مراجعتي مركزة بالكامل على تجربتي وانا بشاهد المسلسل وانا باكل. ما وراء الطبيعة مسلسل صعب وبيحمل حمل كبير جدا من الصعوبات والمسؤوليات. اول مسلسل مصري اصلي من انتاج نتفليكس، الاقتباس المنتظر للروايات الايقونية بتاع الدكتور احمد خالد توفيق، عمل ينتمي لتصنيف الرعب مع سوابق قلما كانت جيدة في الانتاجات المصرية، اختيار مفاجئ في دور البطولة لممثل لاول مرة بيقدم عمل غير كوميدي. والحقيقة قبل ما نكمل تعالوا نسمع رأيه في التحدي ده بالتحديد. لا هو الحقيقة طبعا انا يعني من وجهة نظر المتواضعة ان انا شايف ان مفيش ممثل كوميدي، يعني يمكن يختلط الأمر ما بين الممثل الكوميدي وما بين الكوميديان اللي هو بيصنع محتوى خاص لنفسه ويقدمه كستاند اب كوميدي او يقدمه برنامج ساخر زي اللي انا بعمله. فممكن اكون كوميديان وممكن اكون ممثل، واحيانا بيبقى في شخص بيعمل الحاجتين في نفس الوقت، لكن انا مش شايف ان الممثل ممكن يبقى مقتصر على جونرا. يعني البطوله دايما بتبقى للقصه، ولو الممثل جيد هيضحكك وهيزعلك يعني لو هو فعلا اداه طيعه في ايد المخرج اللي بيحكي القصه يعني. ولو بتتكلم على فكرة اختيار دور جد في التوقيت ده في الكارير ممكن تكون مغامرة شوية، لكن فرصة ان انا اقدم شخصية انا عشت معاها من طفولتي ومرتبط بيها في الاساس كانت فرصة كبيرة، فانا اتشعبطت في ثقة عمرو سلامة فيا، وهو صراحة ثقته هي اللي شجعتني وايمانه يعني ان انا اقدر اعمل كده، وقررت ان طب ما دام عندنا وقت كفاية طب ما تيجي نشتغل ونجرب مع بعض ونبنيها سوا لغاية ما نوصل لها، وده اللي احنا يعني عملناه في فترة التحضير. ودي هي التحديات المباشرة بس. المسلسل ده كمان اول تبني مصري للمدرسة الاجنبية في انتاج المسلسلات بالاعتماد على صانع للمسلسل مع عدد من المخرجين والكتاب للحلقات نفسها. عندنا كمان واقع ان احداثنا بتدور في نهاية الستينات بما يحمله هذا من تحديات فنية وتقنية. فيا ترى المسلسل تعامل ازاي مع كل التحديات والمسؤوليات دي؟ في رأيي الشخصي مسلسل ما وراء الطبيعة مبني على ثلاث ركائز: الرعب، المغامرة،
الدراما. الرعب اقترض كتير من تقنيات شفناها في المدرسة الأجنبية وأضاف عليها رشة مصرية من التراث والفولكلور. الرعب كان فعال في أغلب الأوقات، ولحظات التسحب والاحتراق البطيء اشتغلت بكفاءة عالية جدا، وبالتحديد في الحلقات الأولى والحلقات الأخيرة. كان في بعض الاعتماد طبعا على الخضات، ودي ما كانتش ناجحة قوي، بس الاعتماد ده ما كانش كبير قوي على أي حال من الأحوال. وتعالوا كده نسمع صانع المسلسل عمرو سلامة وهو بيتكلم عن معسكر إعداده الشخصي قبل الدخول في غمار عالم الرعب. يعني أنا في أفلامي كلها اللي عملتها كان يمكن ما فيش تشابه قوي في نوعية الأفلام مع بعض، فكان كل نوع بضطر قبله أتفرج على كل الأفلام اللي أقدر أحط إيدي عليها اللي فيه تشابه ما بينها وما بين فيلمي، حتى لو في الروح، حتى لو في الشكل البصري، حتى لو في أي حاجة، لأن لازم يبقى في فتره كده بسميها فتره الريسيرش قبل المكتب، وفي فتره ريسيرش قبل ما اخرج. ان انا لازم اتفرج على كل الحاجات، وخصوصا الافلام اللي انا شخصيا حبيتها من النوع ده. يعني بالعكس بحاول ابعد بقدر الامكان على الافلام اللي حاسس انها وحشه من النوع ده، علشان ما تخشش جوه اللاوعي بتاعي من غير ما اعرف الاقي نفسي اتاثرت بيها من غير ما ادري. فطبعا اتفرجت على افلام كتير جدا، قعدت استرجع كل افلام الرعب اللي انا حبيتها في حياتي، وجبتها بالبوكسات بتاعها، بالكومنتاري، بكل حاجة، عشان اتفرج عليها واشوف الميكنج بتاعها وكل حاجة، علشان اتعلم منها على قد ما اقدر ايه اللي فيها خلى الفيلم ده عجبني. Right. ايه اكتر حاجات بقى كانت inspirational بالنسبة لك في الشو ده بالتحديد؟ انا ممكن اقول لك لسه فيها 50 فيلم، فبس اللي اقدر انا اقول التوب 3. توب 3 اعتقد توب 3 في فيلم The Orphanage، فيلم اسباني، في فيلم The Tale of Two Sisters، ده فيلم كوري، في The Village، M. Night Shyamalan، أوكي، في Hereditary، ده جديد، The Shining، The Exorcist. صناع مختلفين، مش حد معين أنت مشيت ورا النهج بتاعه أو مدرسته في الرعب أكتر؟ لا، هو يعني تعريف الإبداع هو new combinations of old elements، او تركيبات جديده لعوامل قديمه. فهو yeah. الفكره ان انت لو خدت واحد بس فانت كده بتقلد ببساطه. فانت الفكره انك بتحاول تدخل اكبر قدر من الحاجات اللي انت شفتها حلوه، وتشوف الخليط ده معاك انت بقى كانسان هيطلع معاك حاجه جديده عامله ازاي. ركيزه المغامره على الجانب الاخر كانت متنوعه بشكل كبير، خدتنا في اماكن وازمان واجواء مختلفه، ومفيش اي علامه للكسل في تنفيذها، خصوصا لما نحط في الاعتبار تعقيدات الفتره الزمنيه للاحداث بتدور فيها. ووفرت المنصه الملائمه للرعب هو كمان عشان يكون متنوع. الرعب والمغامره مع بعض استثمروا بعنف في ادوات تصميم الانتاج والاخراج الفني. اختيارات أماكن التصوير والديكور والملابس والمكياج ودرجات الألوان، ودي حاجات كانت عظيمة جدا رغم إنها في الحلقات الأولى كانت بتبان هيكلية في بعض الأحيان، ولكنها تطورت تدريجيا لغاية لما وصلت لمكانة النجم الأول في الحلقات الأخيرة. كان في استثمار عنيف برضو في المؤثرات البصرية والمؤثرات السمعية. أنا عن نفسي ما انبهرتش قوي من المؤثرات البصرية، وبالتحديد في الحلقة الثالثة، وأنا متأكد أن المؤثرات البصرية كان ليها استخدامات عملية على مدار المسلسل كله، وأنا متأكد أنها كانت عظيمة طبعا، لأن أنا عن نفسي ما خدتش بالي منها. ولكن في عكس عناصر الخيال، أنا شايف أن الدنيا كانت ممكن تبقى أحسن من كده بكتير. التجربة السمعية بشكل عام كانت تقريبا متكاملة، سواء على مستوى المؤثرات السمعية أو على مستوى الموسيقى التصويرية صاحبة الشخصية الفريدة، وأيضا صاحبة التأثير الكبير سواء على لحظات الرعب المهمة أو حتى اللحظات الدرامية المهمة. ركيزة الدراما بقى كان عندنا في مركزها مثلث غرامي غير معتاد، في الأساس بسبب أن أحد أضلاعه هو نفسه دكتور رفعت بهيئته وشخصيته الغير ملفتة. كذلك عندنا الضلع الخاص بهويدة اللي جسدتها آية سماحة بإجادة واضحة، واللي برضو كان عنده تعقيداته، وتعالوا نسمع منها كده عن طبيعة دورها. هي هويدة ليها تطورات كتير قوي في خلال الست حلقات، من علاقتها برفعت اللي هي كبني أدمة نضجها، وبعدين هو ما بقاش مثلث، هو فيه شراس كمان، فبقى كل أنا خايفة أبصلك، أنا أنا اتخضيت منك لدرجة أني خايفة أبصلك في كل ده، رفع يا ريت تشاور لي.
فدلوقتي انا طلالي واحده مربع الحب على فكره. اوكي بالظبط هو مربع الحب، فانا طلالي مربع حب في عفريته وفي واحده جايه فجاه من اسكتلندا وانا قاعده في البيت متربيه معاه يعني احنا الاثنين متربيين مع بعض. بقول له يا ابي من كتر ما انا بحترمه جدا وفي فرق سن كبير قوي ما بيننا، بقابله رئيفة طبعا اللي طول الوقت قاعده بتشحن احنا الاثنين ازاي نقرب من بعض وازاي ان انا احاول بتكبر العلاقه أحتوي على النجاح رغم بالظبط ان انا احتوي دماغ زي دكتور رفعت اسماعيل دي، يعني شخص كتوم وشخص غامض جدا وساخر يعني. ف كان صعب قوي ان هي تسمع كلامها اللي هو مش هيوصلها لحاجه، فالعلاقه قلبت من علاقه حب الى علاقه احترام واحتياج ومساعده اكتر من ان هي علاقه اتنين مخطوبين او اتنين بيحبوا بعض. وعلى سيرة التعقيدات بقى عندنا كمان الضلع الثالث الخاص بماجي اللي جسدتها رزان جمال كذلك بإجادة واضحة، واللي كان عندها بجانب التعقيدات الدرامية تعقيدات أخرى خاصة باللغة واللكنة. عشان كده كنت شايف إن مهم جدا نعرف هي إزاي حضرت للدور ده. لقلي ماجي إنسان. مين ماجي؟ أول شيء سكوتش أكسنت، بحياتي ما فكرت حالي حكون من أصعب وأعمى في الأكسنتس في العالم كله، حتى بالنسبة للإنجليز نفسه طبعاً. فأول شيء عملته رحت على اسكتلندا، قعدت 3 أيام. You did. I did. Of course I did. I love my job. I love my work. I love this. فرحت تسمع ناس عم بيحكوا بكافي، ولاحظت بأدنبرا ما في كتير ناس من سكوتلندا by the way there's a lot of foreigners، فكل ما اسمع امريكان قلوا زيح بدي واحد سكوتش. فبلشت اطلع على الناس انه كان مهم كأنا مسيت to be convincing as a Scottish person it's very important and I had a dialect coach. كتير اشتغلنا على الموضوع كيف بدنا نكسر بالعربي. التاريخ تبع سكوتلندا عموما ما كنت بعرفه كتير بالستينات كمان ومصر بالستينات، واللي فادني انه روح على اسكتلندا انه قدرت روح على محلات ويصير عندي روبير انه انا ورفعت عملنا هيك مع بعض، انا ورفعت عملنا هيك مع بعض، لانه انتم بتشوفوا شيء على الشاشه حتى لو ما كانش جزء من السكرين بلاي. صح انتم بتشوفوا على الشاشه بس ما بتشوفوا اوكي وين راحت ماجي بهال 15 سنه، شو صار بيناتهم، شو ليه هالقد معلقين ببعض. انا بلاقي انه هن قدروا يسندوا بعض. انا كنت امراه عم تعمل دراسات عليا بالستينات، هو جاي اجنبي، اثنيناتنا حاسين حالنا شوي aliens، فهالشيء النقطه ربطتنا مع بعض. كان عنا علاقه علميه، الذكاء هي شرق المشتركه بيناتنا، النقطه المشتركه بيناتنا، ففي كتير اشياء جمعونا واخترعت قصه لنا. غير انه تعرفت على نص والكتب تبع ما وراء الطبيعه اللي اضطريت اقرا كل شيء ب يعني فتره كتير صغيره، وطبعا I had to. وماجي شعرها texture skin لبسها حكيها العربي، فكان في كتير طبقات. بس اللي ساعدتنا واللوكجري انه نشتغل ببرودكشن مثل نتفليكس انه بيدونا وقت pre-production. والدراما في المسلسل كانت أغنى من مجرد المثلث الغرامي، كان عندنا تشكيلة علاقات ما بين الشخصيات الرئيسية والشخصيات المساندة، وكذلك في الشخصيات المساندة ما بينها وبين بعضها. مشكلتي بس مع العلاقات دي إنها كانت في بعض الأحيان مش مخدومة كويس، وفي أحيان أخرى مش متقدمة من أساسه، وفجأة بتنفجر أمام المشاهد وبتطلب منه اهتمام وتفاعل، وده طبعا مش دايما كان ناجح. بس عموما أنا كنت سعيد جدا إن المسلسل كان فيه هذا القدر من الاهتمام بركيزة الدراما. كذلك سعيد جدا باختيارات فريق التمثيل اللي ما كانش فيه ولا اسم يعتبر كبير بالمقارنة مع الدور اللي هو بيلعبه. وتعالوا كده نسمع من عمرو سلامة التشكيلة دي جت ازاي. بصوا وحين ما اي مخرج في الدنيا ان هو لما يجي ينقي الشخصيات الممثلين اللي هيلعبوا الشخصيات يختار اكتر ناس موهوبة واكتر ناس لايقين على الشكل الفيزيكال اللي في دماغه، من غير ما يبقى فيه عوامل سياسية أو تجارية إن لازم فلان عشان يحصل كذا أو لازم فلان عشان يحصل كذا. فأنا الحلم اللي كان في نتفليكس أول مرة قعدت معهم كان ميتنج، قالوا لنا إحنا مش فاقلين أي حاجة إلا ناس هتطلع رؤيتك للشاشة صح. فده كان طبعا حلم أي مخرج إنه يسمع كلمة زي دي، ومش دايما بيتحقق. ومش دايما بيتحقق طبعا. فهو الفكرة إنه ساعات بيتحقق بالصدفة على فكرة، بس هو إن هو يبقى ده اللي هو المعطيات اللي عندك في الاول كده من اولها، فده شيء هايل. فعشان كده كان الاختيار فعلا قايم على العوامل دي، مين اكتر حد موهوب فيزيكال بتاعه لايق اللي في دماغي، هيديني النبره اللي انا عايزها، وان يبقى عندك الفرصه انك تعمل اوديشنز او تجارب اداء لممثلين كتير جدا. في ممثلين جدا بالمناسبه مشاهير وليهم اسامي في السوق كبيره،
وكانوا موافقين يعملوا اوديشنز، وده كان شيء بصراحه انا بحييهم عليه جدا، حتى لو ما كانش عندنا الحظ ان احنا نشتغل مع بعض، بس في الاخر ناس كتير جدا كان يعني مثلا ايه كانت ممثله في جراند اوتيل وفي مسلسلات كتير قبل كده وكانه امبارح اوريدي وشها معروف للناس وكده، مش محتاجه تعمل اوديشن بالمنطق المصري، بس هم كانوا مستعدين يعملوا ده. فده بصراحه كان شيء هايل، واتمنى كل المشاريع اللي في الدنيا يبقى فيها الفرصه ان المخرج يشتغل فعلا بالمنطق ده. انا اعتقد ان اكبر دليل لنجاح اي ممثل في اداء اي دور هي ان المشاهد ما يبقاش قادر يتخيل اي حد تاني في الدور ده، وانا شايف ان احمد امين نجح في ده في تجسيده لدور دكتور رفعت اسماعيل. انا طبعا ما كانش عندي صوره ذهنيه للشخصيه في عقلي، الصوره الخاصه بالشخصيه في الروايات وقد ايه امين نجح في ان هو يعكسها ده حكم ما ينفعش يصدره إلا قراء الروايات، بس البطل ده في المسلسل ده في السن ده وبالمظهر ده وبالكمية دي من الصفات السلبية والمزعجة وسقوطه التدريجي لدرجة الشك في نفسه في رحلة مليانة غضب وذعر وارتباك، أنا الصراحة مش قادر أتخيل أي حد تاني كان ممكن يلعبه. مسلسل ما وراء الطبيعة ترفيه من مستوى جيد جدا، وأنا شخصيا استمتعت بيه وأنا بشاهده وأنا باكل، قبله عدد كبير من التحديات ونجح فيها جميعا بدرجات متفاوتة. شايف إن كان فيه أفضل ممكن يتقدم في بعض النواحي خصوصا على مستوى المؤثرات البصرية والصف التاني في طبقات الدراما، بس بشكل عام أنا مرضي ومهتم جدا أعرف رأي الناس اللي تربت على الروايات الأصلية. تقييمي لمسلسل ما وراء الطبيعة هو 8/10، وده تقييم وضع في الاعتبار انه اولا واخيرا مسلسل مصري واحب جدا اشوف منه مواسم اخرى. مناقشة الحلقة في الرحلة القادمة للانتاجات المصرية على نتفليكس، وبعيدا عن اللي تم الاعلان عنه بالفعل، تحبوا تشوفوا ايه؟ ايه على مستوى القصص، على مستوى الاجواء، على مستوى التصنيف؟ ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتس. ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة، ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو، وباي باي. لا، طب ما تبقى معانا زيادة.